الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي إلى قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم وصفة لدجاج مقلي بتتبيلة رائعة، نرفقوا بها الفريت ولا لابوري كيما حبيتو، وصفة ولا أروع. ما تنسونيش إخواني أخواتي بلي جيم لا فيديو، أبوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، كما قلت لكم الوصفه تاع اليوم راح تكون دجاج مقلي بتتبيله رائعه، يجي بزاف بنين. والدجاج طبعا راح نرفقه بلابوري مع شويه شلاضه خفيفه وظريفه. الدجاج كما راكم تشوفوا راهو مرصوات كبار، راح نفتح صدار هكذا. راني قسمت صدار على زوج وهذا نص واحد اخر، راح نقسم صدار على زوج. بسم الله، ضروري نفتحوا شويه الدجاج، مثلا لي كويس لازم نشلحوهم شويه باش هكذا تدخلهم التتبيله ويدخلهم طياب ويجوا بنان. هكذا نقسمو هكذا على زوج بهذه الطريقة، ندير هكذا فتحات هكذا بهذه الطريقة. نفس الشيء بالنسبة للنص الثاني هكذا. هكذا ضروري نفتحو باش هكذا يدخلو طياب وثاني يجي بنين. هكذا هذا رايح نشلحو شويه بهذه الطريقه، لي كويس ثاني هكذا. بهذه الطريقه دوك رايح نحكم الصحن يكون هكذا شويه كبير، ندير فيه الدجاج. بسم الله، نحكم التوابل اللي هما ملح، عندي ثوم بودرة، عندي كوري، فلفل كحل، شوية زنجبيل، شوية كمون، شوية كركم، وشوية تاع فلفل عكري حلو. دوك رايح نديرهم كامل فوق الدجاج هكذا، نخلط كامل التوابل كاع كيف كيف هكذا بهذه الطريقة. هكذا كيما راكم تشوفوا عندي هنا الزيت، راح نجيب مغرف راح ندير الزيت. بسم الله، هكذا واحد زوج ثلاثة، هنديك أربع مغارف تاع الزيت، ندير شوية تاع لاموطات هكذا، نديرو مغرف تاع لاموطات ندير عصرة تاع نص حبة قارص هكذا يكفي.
العظم هذا تاع القعص، هكذا بالضروره دوك نحرك الدجاج هكذا بيدي باش ندخل له كامل هذيك التتبيله. بسم الله، صدقوني بهذه الطريقه راح تحصلوا على التتبيله تاع الدجاج يجي بها بزاف بنين. يعني انا بهذه الطريقه اللي نتبل الدجاج المقلي يجي هايل ما شاء الله. هكذا ندخلوا ضروري ندخلوا كامل هذوك التوابل في الدجاج. دوك راح نخليها على الاقل ساعه باش تدخل له كامل هذه التتبيله ويجينا بنين. ضروري نخلوه شويه على الاقل، ولا ما عندكمش الوقت خلوه على الاقل نص ساعه باش هكذاك التتبيله كامل يتشربها الدجاج ويجي بنين. راح نغطيه ونحطه في الثلاجة هكذاك. انا ما رانيش مزروبة، نخليها هكذاك واحد الساعة حتى يتشرب كامل مليح بعد نقليه. نتلاقاو فيما بعد باش نكملوا الوصفة ان شاء الله. من هاوليك ذوك الدجاج بعد ما خليته ساعة في الثلاجة هاوليك راهو تشرب كامل هاديك لاصوص. ضروري نعاود نحركو مليح هكذا في التتبيلة هكذا. بسم الله، ذوك رايحة نقليه. هنا مقلاة راح ندير فيها زوج مغارف تاع الزيت، نعمليك زوج مغارف تاع الزيت. ندير مغرف تاع زبدة، نعمليك مغرف تاع زبدة. هكذا نخلي الزبدة حتى تذوب، هكذا صدقونا راح نتحصلوا على دجاج مقلي محمر. الله الله، بسم الله. الباقي راح نديرو في مقلاة واحدة أخرى. هاولي هذوما طرف ثلاثة طرف تاع ستة راح نديرهم في مقلاة واحدة أخرى هكذاك باش يطيبو بليتسا. هنا كيما راكم تشوفوا الصحن اللي درت فيه التتبيله راني شللته، راح نضيفو للمقله اللي راني نقلي فيها. نزيد شويه هنايا ك
كنت نقدر نخلي الطرف هذو حتى يطيبون بعد نزيد الباقي، بصح كي راني مزروبه درت مقله واحده اخرى هكذا باش نكمل يطيب لي في وقت قياسي على نار قليله. طبعا نخلوه على نار قليله يتقلى مليح باش يدخلوا كامل طياب الداخل، بعد نولي لكم ان شاء الله. هكذا دوك نشوفوا دخلوا طياب، رايح نقلبوا هكذا. مرة على مرة نقلب فيه حتى يطيب. شوفوا راهو طلق واحد لاصوص، من بعد كي يطيب لي الدجاج راح نريكوبيري هذيك لاصوص نديرها مع مع لابيوري. رايحه نوجد لابيوري اللي نرافق بها الدجاج. راني يعني درت البطاطا غليتها في الماء والملح كما راكم تشوفوا، صفيتها درت لها 5 حبات تاع الجبن، مغرف تاع زبده، راح ندير نص كاس عفوا تاع الحليب ونرحي لابيوري تاعي بالباتر. طبعا بسم الله كما راكم تشوفوا لابيوري تاعي خلاص راني كملتها، والدجاج راهو طاب راهو تحمر ما شاء الله، جا هايل وبزاف بنين. ولاصوص كي كنت نقلي الدجاج كي طاب لي خلاص الدجاج فرغت هاد لاصوص ورجعت الدجاج للمقله باش يتحمر. هاي ليك تحصلنا على اون صوص اللي رايحين نرفقوا بها لابيوري. نعود نولي لكم فيما بعد ان شاء الله باش تشوفوا الوصفه في طبق التقديم. الوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا راهي واجده في طبق التقديم، راهي تشهي ما شاء الله. دجاج مقلي بتتبيله رائعه صدقوني، جا بزاف بنين. ولاصوص هذيك اللي طاب فيها الدجاج فرغتها في الصحن كما راكم تشوفوا. هاي لي كي فرغت هاد لاصوص اللي نرافق بها لابيوري تاعي رجعت الدجاج خليته حتى تحمر. شوفوا دوك لاصوص كيفاش راهي ثقيله، راهي ما شاء الله. هكذا نسقوا بها نشربوا بها لابيوري ولا درتو بلي فريت كيف كيف. ومع الدجاج ثاني تقدروا ثاني ديروا هكذا شويه تاع الدجاج، يعني ما يجيش ناشف، يجي بزاف طري ويجي بزاف بنين. ما تنسونيش اخواني اخواتي ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ديروا لي جيم وتكثروا لي من التعليقات الشابه اللي راكم تكتبوهم لي، يعني يعطيكم الصحه والله غير حاجه تفرحني بالبزاف ودير لي القلب كيما نقولوا باش نزيد نمد لكم وصفات ما اكثر وما خير ان شاء الله. نتلاقوا في وصفه مقبله ان شاء الله والى الملتقى.